في إطار وضع وترسيم معالم الخطة الاستراتيجية لبلدية غدامس الممتدة من 2020 إلى 2030 وتنفيذ لتوصيات المقترحة من اللجنة التنسيقية لإعداد خطة التنمية المستدامة بعد إجراء سلسلة من الاجتماعات مع القطاعات الحيوية بالمدينة، أقيمت بقاعة المركز الثقافي غدامس ورشة عمل بعنوان التخطيط الاستراتيجي. واستهدفت الورشة مديري القطاعات ورؤساء الأقسام بالمكاتب الخدمية بالبلدية، وهي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسياحة وموظفي مراقبة الأثار ومكتب التأهيل والعمل. تنفيذ يعني خطة استراتيجية لمدينة غدامس بمجال قطاع الزراعة من سنة 2020 لسنة 2030. قد استفدنا من هذه الورشة ومشكور المهندس سراج، وإحنا إن شاء الله نطبقوا هذه الخطة بحيث أن إحنا ننهضوا بالزراعة في مدينة غدامس. وتناولت الورشة عدة محاور، ومن أبرزها كيفية تحديد الأهداف والأولويات للمؤسسات الخدمية، ونظرة على قاعدة التحليل الرباعي لمعرفة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. كما تناولت الورشة تمارين نظرية وعملية من شأنها ترسيخ المفاهيم الأساسية لوضع الخطط الناجعة للمؤسسات الخدمية والحكومية، وسيتم إعادة الورشة لكل القطاعات الخدمية بالبلدية حسب الطلب والاحتياج.